قال سفير روسيا في القاهرة سيرجي كيربتشينكو أن المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها في المنطقة الصناعية لقناة السويس بشرق بورسعيد ستلعب دورا حيويا في المنطقة وتعود بالربح على كلا البلدين. وأكد أنه يتم حاليا الإعداد لاتفاقية لإدارة هذه المنطقة بين هيئة قناة السويس ومركز الصادرات الروسية على أن تبدأ مرحلة تشييد المنطقة عقب إبرام هذه الصفقة. وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر وسفير كوريا الجنوبية في القاهرة يون يو شيول بحضور وزير النقل هشام عرفات اتفاقا لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطار مترو أنفاق بقيمة تصل إلى 243 مليون يورو. يمول المشروع صندوق الكوري للتنمية الاقتصادية ويهدف إلى خدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث ما يعادل 1.5 مليون راكب يوميا. إلى فاصل مشاهدينا، نواصل من بعده نشرة أخبار القاهرة والناس. البداية هي أهم نقطة في مشوار حياتك، ومهما كانت أهدافك وطموحاتك دايما بتحتاج اللي يقف في ظهرك يبسط عليك المشوار. في جامعة النيل بنغير مفهوم التعليم والأبحاث يوم بعد يوم علشان نساعدك على النجاح، على الاختلاف، على الاكتشاف. ابدأ صح النهاردة في جامعة النيل، هتتعلم صح، هتحس انك فارق عن غيرك، فرصك اكتر، مطلوب لانك اتعلمت بجد. جامعة النيل، البداية.